نمشي جنب الحيط وساعات بنتفرج علينا من بعيد لبعيد. كم حد عاش واختار له سكة مريحة، مليون حكاية مخبياها وشوش كتيرة، ومفيش حياة بتفضل على نفس الوتيرة. وفي اختلاف الناس يبان طعم الحياة. صعب يخرج منا كل فينا بطل حكايه بحلوها وبمرها، ومفيش في كل الدنيا دي شخصية تشبه بعضها. الكل عايش جوا دايرة وصعب يخرج منا. حسب الظروف، الطيبة ناس بتشوفها سلبية وخوف، وفي اللي كل الدنيا مش فارقة معاه. أوقات بتبقى الضحكة أقوى من الهموم، إحساسنا لولا غناها نموت كل احنا اللي بنقرر ونختار اتجاه. الكل فينا بطل حكايه بحلوها وبمرها، ومفيش في كل الدنيا دي شخصيه تشبه بعضها. الكل عايش جوه دايره وصعب يخرج منها. ليلى ممكن ما تكلمنيش في الموضوع ده؟ عشان قلت كل اللي عندي، وعلى فكرة مش هرجع الشغل تاني، ما عنديش استعداد أقابله في أي حتة ولو بالصدفة. يا ستي ده بيعمل حاجات غريبة. أيوة طبعا. لا لا لا، بقولك ايه، تيجي تقعدي معايا شوية. أمي يا ستي خرجت، سابت الشغل بتاعها وراحت اشتغلت في جريدة تانية. عاملين لها عزومة فظيعة النهاردة. خلصي وهستناكي تكلميني، ما تتأخرش عليا. باي. We'll be right back.
يعني مش تعرفي تقول لنا اوصافه؟ بعد اذن حضرتك البنت منهارة، ما ينفعش تتكلم دلوقتي. وبعدين انا عايز افهم حاجه، ازاي اللي حصل ده يحصل؟ احنا هنا في كومباوند وفي امن، ما لو ما كانش في امن كانوا قطعوها لي بقى. طب انت قلتي لي في كلامك ان في حد دخل وانقذك من الحرامي ده قبل ما يقتلك، صح؟ صح. شفتيه قبل كده؟ من فضل حضرتك انا هجيبها لغايه عندك بكره، بس سيبها دلوقتي. حاضر يا فندم، انا هستناكوا بكره في مكتبي علشان نقفل المحضر. انا متشكره يا فندم وبشكرك لتقديرك للموقف، وانا اسفه لعصبيتي بس دي بنتي. معلش انا مقدر موقفي بالاذن. اتفضل. متخافيش يا ضنايا، متخافيش يا حبيبتي، لازم نمشي من هنا، مش عايزه اعيش هنا. حاضر. مش عايزه اعيش هنا. اهدي يا حبيبتي. حاضر حاضر يا روحي، تيجي نطلع نقعد فوق. يلا يا حبيبتي، يلا يلا ضنايا. الحمد لله الحمد لله انها جت على كده. كلمتها؟ كلمتها. يبقى لسه قفشة عليك صح؟ معاها حق، أي واحدة مكانها كانت ممكن تعمل أكتر من كده، بس أنا اللي مجنني. مين اللي قالها؟ عايز رأيي؟ قول. البنات يا صاحبي ما بيبطلوش رغي، تلاقي صاحبتك قاعدة تحكي وتتكلم عن علاقتها بيك، حد سمعها نقل الكلام وعمل الواجب، بس تعرف اللي عمل كده عايز وقع ما بينك وما بينها. بس انا مش قادر انساها، انا بحبها. يا ابني لما انت بتحبها قوي كده مشيت ورا صاحبتها ليه؟ غباء. عمرك ما عملت حاجه غبيه قبل كده؟ عمرك ما وقعت في مطب؟ عمرك ما غلطت يا اخي؟ وبعدين يعني الدنيا اتهدت. طيب اهدى 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 وكل حاجه هتبقى زي الفل. تحب اكلمها؟ اوعى، دي لما بتسمع اسمك بتتعفرط. هل تكلمها ايه؟ انت عايز تخربها؟ بس انا متاكد انها هتنسى اللي حصل. زعلان منك. ليه؟ عشان ما بتسأليش عليا. مين اللي المفروض يسأل على التاني؟ انت رايح فين؟ مفيش حد هنا. ليه؟ قلقانة مني؟ لا، بس مش عايزة اتكلم معاك. ليه بس؟ زعلانة منك. طب هنفضل نتكلم هنا؟ ندخل جوه ما يصحش. مامي مش هنا، ولو جت ولقيتك مش هتسكت. طب واللي يحب يعتذر لك يعمل ايه؟ كنت فاكره هتعرف ازاي تصالحني. طب وليه لي انت يا ستي؟ انا ما اعرفش، علميني. انا واحد غشيم ما بيعرفش يتعامل مع الستات الحلوه. ليه يا شيخ؟ خلي بالك ممكن الحاجات دي تتحسب عليك. طب اعمل ايه طيب يا سلمى؟ ما اعرفش، المفروض تبقى عارف ازاي تصالحني. طيب يا ستي انا مش هسيب ومش هبعد عني خالص، وهتصل بك الصبح والظهر وبالليل. هي المشكله انك تكلمني؟ المشكله انك تهتم بيا، انك خايف عليا، انما انت ما بتفكرش فيا خالص. مش صحيح. لا صحيح، انت عارف ان انا كنت عيانه؟ انت عارف انك ما سالتش عليا؟ عمري ما حسيت انك بتخاف عليا. ولو قلت لك اني بحبك؟
زمان كنت بحب اسمعها منك، كان بيبقى ليها طعم، دلوقتي بقيت تقولها كتير، ما بقاش ليها طعم. صدقي التيشيرت ابو مدينه 50 طلع ب 200 جنيه في محل تاني، كنت تاخديه وترجعيه للراجل وتقولي له انت حرام. صدقي انت كنت عارفه انه هنا صح، بس فهمي الاول، لولا انك صاحبتي اللي عارفه ومتاكده انها سلمى بتحبني انا كنت زعلت منك. بس يا سلمى ادي له فرصه يتكلم معاك الاول. انا اتكلم معايا كتير، بس انا لسه ما قلتش اللي عندي وانا مش عايزه اكون معاك. طب ممكن تديني فرصة أخيرة؟ أرجوكي. سلمى أنا مستعد أعتذر لك قدام الناس كلها لو كان ده يرضيكي، وأي حاجة أنت عايزاها هنفذها. نادر أرجوك كفاية. أنت ليه مشاعرك جامدة أوي كده؟ وانت ليه محسسني ان مفيش حاجه حصل؟ انا عارف اللي حصل ده مش بسيط، بس غلطه، اعتبري ان ليه عندك غلطه وحاسبيني بعد كده على الباقي. وانا ممكن اسامح في اي حاجه الا الخيانه. سلمى انت مش هتلاقي حد يحبك قدي صدقيني، وانت مش هتلاقي حد يكرهك قدي صدقني. مين؟ نادر. انا اسف ان انا جيت من غير ميعاد. تحت امرك. انا اول ما عرفت اللي حصل وقلقت جدا على سلمى وجيت عشان اطمن عليها وتشكرها. عاوز اتكلم معاكي. اسفه مش حاضر. ممكن تاجل اي كلام دلوقتي لو الظرف مش مناسب. سلمى سلمى انا بحبك، واول ما عرفت اللي حصل جيت على طول كنت هتجنن. انت ليه مش قادر تحس ان انا مش قادر اتكلم؟ مش قادر اتكلم في اي حاجه وبالذات الموضوع ده. اقول لك على حاجه، انا كرهتك بعد اللي حصل. كرهتيني؟ كرهتك. انا طول الوقت حاجات وحشه بتحصل لي وانت مش جنبي على طول لوحدي. خلاص يبقى قلتك احسن. احنا ولا اول ولا اخر اتنين اتخطبوا ويسيبوا بعض عادي. لو سمحت من فضلك. راح فين؟ خارجة. خارجة ازاي؟ لوحدك؟ انا هاجي معاك. مامي لو سمحتي اللي حصل ده مش هيخليني غير اني اعيش حياتي وبشكل طبيعي جدا. انا مش هتاخر. هاي ايمان انت فين؟ لا انا كويسه يا ستي والله كويسه، ما حصلش حاجه. لا انا خارجه مش عايزه اقعد في البيت. يلا تعالي لي عشان نفطر مع بعض. هتيجي ولا لا؟ اوكي يلا باي يا حبيبي.
ازيك؟ اخرت عليكي؟ لا خالص. انت كويسه؟ بلاش السؤال ده اللي كل مصر عماله تساله لي من ساعه ما صحيت. طب ماشي اهدي، احكي لي ايه اللي حصل. طبعا مش كويسه، هتجنن من ساعه اللي حصل، وكنت هموت لو فضلت قاعده في البيت. مش عايزه افتكر، مش عايزه افكر في اللي حصل ده خالص. طب ماشي ماشي اهدي اهدي بس. الحمد لله على كل حاجه. ده اللي حكم عليكي؟ يا حبيبتي يا بلا استنى انقذني. هو في كده؟ يا مرامي ده انت كده هتخليني اقول لك يا ريتني كنت مكان. ايه طريقه الكلام دي؟ عيب كده. على فكره احنا لازم نقوم نشكر. يلا اقعدي هنا مكانك، هي رحله هنقوم شله. طب خلاص روحي لهم انتوا على الاقل. ماشي. صباح الخير. صباح النور. انا سلمى اللي جيت انقذتها في الفيلا بتاعتي. اهلا اهلا، ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ده واجب. ما تقولش كده، اكيد في كتير سمعوا الفريق لكن ما حدش دخل غيرك. ما تفكريش بالطريقه دي، اهم حاجه انك كويسه. بعد اذنك لازم اتحرك. باي باي يا سلمى. باي. الو، اي يا فندم، انا كتبت تقرير كامل عن القضيه. لا طبعا مش حاسبهم، انا متاكده ان قضيه فساد كبيره جدا. لا انا ما بخافش، المقاله هتكون جاهزه عند حضرتك في الميعاد. ماشي يا فندم، مع السلامه. مع السلامه. أنا آسف بس استنيت حضراتكم تقولي زي ما حضرتك قلتيلي محدش جه ومحدش بيرد على تليفوناتي ومحدش منكم كلمني. اتفضل حضرتك. ماشي شكرا. لو ممكن بس بعد إذنك تندهيلي الأنسة سلمى أخد منها كلمتين. حقيقة سلمى خرجت. خرجت؟ خرجت إزاي يعني؟ إزاي يا فندم تخرج من غير ما أقعد وأتكلم معاها؟ انت ليه يا فندم مش حاسين بمسؤوليه اللي حصل؟ يا فندم هي عندها حق، ما هو برضه مش معقول حادثه زي دي تحبسها في البيت. وبعدين ما عرفت اللي عمل كده مسؤوليتكم وحمايتنا برضه مسؤوليتكم. ما هو علشان اقدر احقق مسؤوليتي دي يا فندم لازم برضه انتوا اللي تساعدوني ولا ايه؟ طيب انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ طب اتفضل ارتاح. لا لا ملوش لزوم، انا لسه لحد امبارح بس ما كنتش اعرف سعادتك. ودي تفرق؟ طبعا، صحفية كبيرة زي حضرتك ومهتمة بالوضع العام أكيد طبعا عندها أعداء كتير. أنا ماليش أعداء وما عنديش مشاكل مع أي حد. القضايا اللي كنت بتناولها قضايا عامة مش قضايا شخصية، يعني أنا كل اللي يهمني كان المصلحة العامة. أنا ساعات برضه المصلحة العامة دي بتعمل مشاكل كتير. جايز تشرب إيه؟ لا ولا حاجة يا فندم. وبعدين من الواضح كده إن مفيش حد بيشتغل عندكم هنا في الفيلا. هي كان عندنا طباخ ومشي. ممكن اعرف السبب؟ جاله عقد عمل بره. على فكره انا مش بهزر، انا بتكلم جد. انا عارف ان حضرتك مش بتهزري. طيب ممكن لما انسه سلمى تيجي تبقى تجيلي على المكتب علشان عايز اخد منها شويه كلام كده يفيدونا في المحضر بتاعنا. عايز اعرف الشاب اللي دخل عليها ده وانقذها، شويه مواصفات عنه يعني.
ممكن بعد اذنك؟ انا فاهمه حضرتك كويس. يا ريت فعلا تكوني فاهماني يا فندم. على اذنك. اتفضلي. اسمه كريم. كريم كمان؟ عمر مفيش كده خالص. انت ايه طريقتك دي يا بنتي؟ ما تتعدلي شويه في طريقه كلام. هو انا قلت حاجه غلط؟ مش الواحده لازم تاخد بالها من التفاصيل الصغيره دي؟ مش احسن يجي لها واحد تخين بكرش او بتاع بنات؟ بس هو محترم قوي. عمر عمر قوي يا بنتي. احترمي نفسك، بلاش الطريقه الغريبه بتاعتك دي. خدتي رقم تليفونه؟ لا طبعا. انت غريبه جدا بجد. مش لازم تاخدي رقم تليفونه، تعزمي على عشاء، على غدا، كان هو من الراجل الجميل يعني. ايوه ما انا كنت عايزه اعمل كده لكن ما جاتش فرصه. بقول لك ايه؟ تليفونه. الحقي ده نادر. ما ترديش عليه، اتكلمي وما بردش عليه. على فكره ده بيحبك جدا. يا فرحتي. بيحبني وبيلف على صاحبتي. عادي، كل الرجاله كده. وانا يا ستي لو كل الرجاله كده مش عايزه اتجوز. على فكره سلمى انا بتكلم بجد، نادر بيحبك جدا. ده لف على صاحبتي، كان واخدني انا وهي شروه واحده، انا العروسه اللي يفرح بيها ويخرج مع صاحبتي ويتبسط معايا. الطريقه دي وحشه قوي وانا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني. ولو سمحت ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني، ولو كلمتيني فيه هبطل اكلمك واشوفك خالص. يوه، احنا مش هنخلص من الموضوع ده بقى. انا مش عايز اعمل معاك مشكله. انا ممكن امنعك تيجي هنا بطريقه مش هتعجبك. هي سلمى كانت مع مين؟ ايه، حد احسن مني؟ خلاص قررت تتجوزيها لحد تاني؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لعلمك انا بحبها ومش هسيبها. انت ازاي تكلمني اصلا بالطريقه دي؟ انا فعلا بحبها، وبعدين يعني اللي حصل ده مش نهايه الدنيا. اي حد معرض ان هو يغلط. المهم هي ايه بالنسبه لي؟ والله دي حاجه تخصها. طيب لو طلبت منك انك تتكلمي معاها. اسف. نادر انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ لو سمحت امشي. سلمى انت كنت مع مين؟ مش من حقك انك تسالني. لا من حقي. لا مش من حقك، لان كل حاجه كانت بينا خلاص انتهت. لو سمحت امشي، اطلع بره. انت كنتي مع مين النهارده؟ انا بسألك كنتي مع مين؟ كنت كريم اللي جه هنا وانقذني. هو اللي كلمك؟ لا، انا شفته صدفه في المكان اللي انا وايمان كنا فيه مع بعض. قمت سلمت عليه وشكرته. انا حتى ما خدتش رقم تليفونه. مامي لو سمحتي، لو نادر جه هنا تاني المفروض انك تهدديه. قولي له هطلب لك بوليس، هعمل لك محضر، اي حاجه. مالك؟ لو قابلتي كريم ده تاني من فضلك ما تتكلميش معاه خالص. ليه؟ تقدري تقولي لي هو ليه ما بلغش البوليس لحد دلوقتي؟ عشان انا اللي المفروض كنت ابلغ. لا، لانه جه هنا وشاف. بس لو ما كانش جه هنا انا كان زماني مت. الحكايه دي بقى مش راكبه على بعضها كده. لو هو انسان مظبوط كان راح البوليس وبلغ على اللي شافه. الو، ايوه انا. ايوه اوكي، حاضر، متشكره جدا، شكرا. مين بيكلمك؟ كريم في البوليس وبيعمل محضر بكل اللي حصل، والظابط طلبني وعايزني اروح عشان ياخد اقوالي. هو ده اللي حصل يا فندم. هو ده اللي حصل. يعني ما تعرفش توصفه خالص؟ اصله كان مخبي وشه. كان مخبي وشه.
طب يا كريم انا هعرض عليك شويه صور كده يعني يمكن احساسك يدلك عليه وخصوصا انك بتقول شفت عينيه. تحت امرك. انت ساكن فين يا كريم؟ فيلا 25. فيلا 25؟ ياه فيلا 25 دي بعيده قوي عن فيلا سمر، ايه اللي وداك هناك؟ اصل بحب اخرج واجري ورجلي خدتني هناك. قدر يعني. رياضي يعني. رياضي وبتحب تجري وكده. شوف القدر يا اخي. يخليك شخص رياضي عشان تنقذ الولية الغلبانة دي قبل ما تموت. انت قلت لي بتشتغل ايه؟ انا كنت مدرب غطس في شرم الشيخ. بس انت عارف الاوضاع السياحية دلوقتي مضروبة. عاطل يعني. عاطل. لا الامور هتبقى كويسة. الامور هتبقى كويسة وهترجع تغطس تاني والروس رجعوا. رجعوا خلاص والسياحة هتنتعش. بص يا كريم. لو سمحت ما تخرجش بره البلد غير لما اديك اذن. ماشي؟ تحت امرك يا فندم. عشان هحتاجك شويه اليومين دول. تحت امرك. بقول لك ايه؟ ابعد عن سلمى. هو انت مين بقى؟ انا خطيبها. بس انا ما شفتش دبله بيضا. اسمع اللي بقول لك عليه من الاخر عشان مصلحتك. أنا كنت خايفة إن الموضوع يأثر فيكي أكتر من اللازم. أنا قوية زيك بالظبط. ومش أي حاجة بالسهل تأثر فيا. أنا بفكر أبيع الفيلا. لا. البيت هنا حلو. والمكان لطيف. أنا اللي غلطانة. أنا اللي سبت باب المطبخ مفتوح. وبعدين إحنا المفروض نجيب جارد، نجيب أي حد، نجيب كلاب. مش نبقى قاعدين كده لوحدنا. عندك حق. ده من المحظوظ ابن المحظوظة ده. اهلا. ازيك؟ الحمد لله. اتفضل. يا عشاني؟ اه. كريم يا ماما. اتفضل. انا اسف اني جاي من غير ميعاد. بس انا ما عنديش تليفونك. اه اوكي. زي ما بيقولوا حماتك بتحبك. اتفضل. ربنا يخليك. ميرسي. اتفضل. أنا بصراحة ما كنتش جاي. بس حصلت حاجة سخيفة. خير؟ واحد اعترض طريقي وقال لي أبعد عن سلمى. وقال لي إن هو خطيبها. وبصراحة طريقته كانت سخيفة جدا. وأنا ممكن كنت أتصرف معاه بطريقة أسخف. بس لما عرفت إن هو خطيبها جيت أتكلم معاكي. أنا حد عصبي جدا وما بحبش المشاكل. وأوقات كتيرة بخرج عن شعوري وممكن أتصرف معاه بطريقة هو فعلا ما يحبهاش. أنا آسفة لكن نادر كان في يوم من الأيام خطيب. إحنا خلاص سيبنا بعض. لكن هو هروح أجيب طبق فاضي. ممكن نغير الموضوع. أنت أكيد ساكن قريب من هنا مش كده؟ أنا ساكن فيلا 25. عايش لوحدك؟ أنا والدي ووالدتي متوفيين وأنا عايش لوحدي. كنت بشتغل في شرم. ميرسي. كنت بشتغل في شرم مدرب غوص. بس أنت طبعا حضرتك عارفة الدنيا دلوقتي واقفة خالص فقررت أجي. أمال عايش منين؟ أنا حاليا ما بشتغلش. ميرسي. طب بتصرف منين يعني؟ مامي ممكن تسيبيه ياكل؟ معلش انا مش زعلان. انا بقالي كتير قوي ما اتكلمتش مع حد. اول مره احس انه عندي جيران. انا بدور ان انا ابقى مدرب سباحه في اي نادي. كويس قوي. لا مش كويس. دي مهنتي اللي انا بحبها ومش عايز اسيبها. لازم ارجع شرم. يبقى الفيلا اللي انت قاعد فيها دي اكيد بتاعت اهلك. لا خالص. احنا كنا عايشين في الشروق. والفيلا دي انا اشتريتها بفلوسي. استثمار يعني. حضرتك انت عارفه دلوقتي الواحد لما تكون الفلوس بين ايديه تتصرف على طول. عندك حق. كل. طيب انا هقوم اعمل شاي عقبال ما تخلصوا اكل. ما تزعلش منها. بس هو شغلها اللي خلى طريقه كلامها بالطريقه دي. ممكن اسال سؤال؟ اه. هي بتشتغلي؟ انت ما تعرفهاش.
طب اوعى تقول لها بقى انك ما تعرفهاش لانها ممكن تحطك في البلاك ليست. هي فنانه مشهوره ولا حاجه؟ وهي لو بتمثل انت مش هتكون عارفها؟ اصلي ما بتفرجش على التلفزيون خالص. واو. لا يا سيدي، صحفيه مشهوره جدا، اشهر من نار على علم. كل ايوه صديقي العزيز، عامل ايه؟ انا الحمد لله كويس. بقول لك ايه، انت قبل كده قلت لي انك تعرف حد في الاداره اللي عامله الكومباوند بتاع سلمى. اللي ساكنه فيه. ايوه، مستر عمرو سلام. طيب انا كنت عايز منك خدمه. انا هبعت لك في رساله اسم واحد ورقم الفيلا اللي هو ساكن فيها هناك، وعايزك تعرف لي عنه كل حاجه. ضروري. ها، مستني تليفونك. سلام. نادر، ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام تمام الحمد لله. غريبه يعني، انا قلت هتعملي زي صاحبتك. مالها صاحبتي؟ على فكره انت اللي غريب، غريب جدا يعني. يعني ما خلصتش الدنيا ما لقيتش غير صاحبتها بتلف عليها. اهو ده اللي حصل بقى. وبعدين انتوا فهمتوني غلط. فهمناك غلط. على فكره انا بجد مش فاهمك، انت ازاي بتحبها وفي نفس الوقت بتخون؟ انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. لا انا بكلمك بس عشان افهمك انك انت غلطان وهي اللي صح. وهي ناويه على ايه بقى؟ مش فاهم. ايوه يعني هي ناويه ان شاء الله تتجوز اللي كانت معاه اخر مره ده؟ يا انت غريب جدا، انت مالك؟ وانا مالي؟ بقول لك ايه؟ انا عايزك تبلغيها رساله. لو ده حصل انا هقتلها وهحرقه. انت فاهمه؟ بالعكس انا كنت مبسوطه قوي انك معانا. سلمى هكلمك تاني. انت بتكلمي كريم؟ بس ده حد غريب عننا، احنا ما نعرفش عنه حاجه، ده انسان غريب عننا. Thank you.